لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. سورة النجم الآية الواحدة والثلاثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى. وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه
أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، يخبر عز وجل أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عمن سواه وأنه الحاكم في خلقه عز وجل بالعدل، لأن الله لا ينسب له الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا يعني بالكفر بما عملوا، الباء هنا سببية، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم السيئة، أي بعذابه في نار جهنم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجزي الذين أحسنوا بالحسنى بل ويزيدهم الله عز وجل من فضله، والحسنى هي الجنة.
فيجزيهم الله عز وجل بالجنة، كما قال سبحانه وتعالى قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا مضطرد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر سبحانه وتعالى هؤلاء المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني لا يتعاملون ولا يتعاطون المحرمات والكبائر إلا اللمم. الاستثناء هنا منقطع، اللمم هي الصغائر، فهؤلاء لا يرتكبون الكبائر، وإن وقعوا فيها تابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. اللمم هي الذنوب الصغار التي لا يصر عليها صاحبها، أو أنها تقع منه على الندرة، لأنه لا صغيرة مع استكبار، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. واحد يقول هذه صغيرة، هو مصر عليها، إصراره عليها يصيرها كبيرة، أو أنه يقع منه الذنب على الندرة، فهذا مع إتيانه بالواجبات وتركيل المحرمات يغفرها الله عز وجل. لذلك العمل الصالح يكفر الصغائر، مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يعني الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. إن ربك واسع المغفرة، سبحانه وتعالى الله عز وجل واسع، ومن أسمائه الواسع، فهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة، من تاب إلي تاب عليه، ولا يتعظم ذنب سبحانه وتعالى أن يغفره. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من الأرض، لأن آدم عليه السلام خلق من تراب، وأيضا هو أعلم بأحوالكم حين خلقكم في بطون أمهاتكم أجنة، لأن ذرية آدم خلقت من ماء مهين، وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فهناك ملك كريم موكل بالأرحام، إذا وقعت النطفة في الرحم فإنها تقع في يد الملك، ثم يقول ربي مخلقة أو غير مخلقة، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وإذا أذن الله عز وجل في تخليقها أنها مخلقة، فعندئذ يسأل الملك ربه ويكتب، ربي ما خلقه، ما خلقه، يعني حتى الخلق هذا مقدر، ما رزقه، شقي أو سعيد، ويكتب الله ذلك ويقضي الله ذلك ويكتب الملك، وهو في رحم أمه. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها وتصفوها بالتقوى، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم سبحانه وتعالى بمن اتقاه فاجتنب معاصيه وعمل بطاعته.
ثم يقول سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى، تولى عن أعرض، والإعراض في هناك إعراض كلي وإعراض الكفار، وهناك إعراض جزئي وهذا من بعض عصاة المسلمين. أما هذا فإنه أعرض عن طاعة الله إعراضا كليا، وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى القليل من المال من ماله، وأكدى يعني توقف، كلمة أكدى يعني توقف، أعطى قليلا من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه. وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك معروفه، فهو يرى ذلك عيانا أي بعينه؟ لا، ليس الأمر كذلك، إنما هو أمسك عن الصدقة والمعروف بخلا وشحا، أمسك عن الصدقة والمعروف بخلا وشحا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أم لم يخبر بما جاء في التوراة، صحف موسى عليه السلام التوراة، وصحف إبراهيم ومدحه الله عز وجل بأنه وفى، هذه مطلقة، وفى إبراهيم عليه السلام بجميع ما أمره الله به. قال ابن عباس: وفى بالبلاغ. قال سعيد بن جبير: وفى بما أمر به. وقال قتادة: وفى بطاعة الله وبإبلاغ ما أمره الله عز وجل إلى خلقه. وهذه الآية كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني جميع ما أمره الله عز وجل به وفى به إبراهيم عليه السلام. ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يتحملها لا يتحمله عنها أحد، وإنما كل إنسان يحصل له من الثواب والأجر ما كسبه بنفسه وكسبه بسعيه. وأن سعيه سوف يرى، يعني سعيه سوف يرى في الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا في الآخرة. فعندئذ يميز عمله حسنه من سيئه، فالمحسن يجازى بالإحسان والمسيء يجازى بعمله. وأن سعيه سوف يرى، وهذا السعي الحسن يشرف به المؤمن، بل الملك يأخذ بعضدي المؤمن ويشهر على رؤوس الملأ ويقول: ألا إن فلانا ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولذلك يقول: ها أم اقرأوا كتابي، يعني خذوا اقرأوا كتابي. يسعد ويفرح المؤمن عندما يأخذ كتابه بيمينه. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني يجزى المؤمن على سعيه
الجزاء المستكمل، وكذا أيضا الكافر، والله سبحانه وتعالى يجازي المؤمن بالجزاء الأحسن والأوفر، وأن إلى ربك المنتهى، يعني أيها وأن إلى ربك أيها الرسول انتهاء جميع خلقه يوم القيامة، المنتهى يعني المعاد، المعاد يوم القيامة إلى الله، فكل سينتهي إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس هناك فرار من ذلك. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه. فهو سبحانه وتعالى خلق في الإنسان البكاء والضحك، وكذا خلق سببهما وهما مختلفان. متى يضحك الإنسان؟ إذا رأى ما يسر. متى يبكي الإنسان؟ إذا رأى ما يغمه. وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى، يعني أمات من أراد موته من خلقه، وأحيا من أراد حياته منهم، فهو المنفرد بالإحياء والإماتة، كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة. وهذا من معاني الربوبية التي نثبتها لله سبحانه وتعالى، أنه المنفرد بالإماتة والإحياء، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والحيوان من نطفة تصب في الأرحام. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، يعني وأن على ربك إعادة خلقهم بعد موتهم، وهذه النشأة الأخرى ستكون يوم القيامة، وهذه النشأة ستكون مبدلة، فالكافر لعنه الله في نار جهنم ضرسه كجبل أحد. تخيل جبل أحد ده كم كيلومتر، كم كيلومتر ضرسه يبقى مثل جبل أحد، نعوذ بالله، ومع ذلك النار ستأكله. وأما أهل الإيمان فإنهم سينشأون نشأة أخرى في طول آدم وفي جمال يوسف عليه السلام. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى من شاء من خلقي بالمال، وأقنى يعني ملكهم، ولذلك هناك مال اسمه القنية، القنية يعني المال الذي تملكه. ومثل هذا ليس فيه زكاة، يعني واحد عنده سيارة خاصة هذه قنية ليس فيها زكاة. أي مال قنية ملكه الله تعالى إياه وأرضاه به، لأن الإنسان لا يقتني إلا الشيء اللي هو إيه يعجبه والشيء الذي يرتضيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ملك عباده المال وجعله قنية مقيما عندهم، وهذا من تمام النعمة عليهم. وأنه هو رب الشعرى، الشعرى ده نجم في السماء، نجم وقاد، هذا النجم كانت تعبده بعض العرب، وقالوا إن أول من ابتدع عبادة الشعرى هو أبو كبشة، أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة،
ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال المشركون في وهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابن أبي كبشة، يقولون ابن أبي كبشة يعني أنه قد جاء بدين جديد كما جاء أبوه بدين جديد وهو عبادة الشعرى، فلذلك كانوا يقولون ابن أبي كبشة. فكانت طائفة من العرب تعبد الشعرى فيقول سبحانه وتعالى أنه رب الشعرى، فكيف تعبدون النجم وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه أهلك عادن الأولى، عادن الأولى عاد إرم، كما قال سبحانه وتعالى عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. عاد إرم دي عاد الأولى لهم قوم هود عليه السلام، هؤلاء أهلكهم الله تعالى بريح صرصر. واختلف العلماء في عاد الأولى وعاد الآخرة، هل هما واحد أم هما اثنان؟ فهناك من قال هما واحد، عاد الآخرة هي عاد الأولى التي عذبها الله عز وجل بريح الصرصر، وهناك من قال هما عادان. عاد الآخرة كانوا مع العمالقة في مكة، فلما جاء العذاب على قوم عاد أخروا، يعني لم يعذبوا لأنهم كانوا في مكة، فلما خرجوا من مكة عذبوا. فهذا من يقول هما واحد، وأما من قال هما اثنان فيقول عاد الأولى غير عاد الثانية، عاد الأولى أهلكوا بالريح والثانية أهلكوا بالصيحة، والله أعلم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يعني دمرهم فلم يبقي منهم أحدا، إنما بقيت ديارهم، وقوم نوح من قبل، يعني أهلكهم الله، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني قوم نوح كانوا أشد تمردا من الذين من بعدهم، فأشد قوم في الكفر هم قوم نوح. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة هم قوم لوط، المؤتفكة مدائن قوم لوط، والمؤتفكة أهوى يعني قلبها الله عليهم، جبريل عليه السلام أخذ قراهم من أساسها ورفع بها إلى السحاب ثم قلبها. والمؤتفكة أهوى جعل عاليها سافلة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يعني من الحجارة، فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، غشاها ما غشا يعني ألبسها الله عز وجل ما ألبسها من الحجارة. فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني فبأي نعم ربك عليك أيها الإنسان المكذب تتمارى، يعني تشك، يعني الإنسان ينظر في نعم لا يعلم أن مزديها هو الله تعالى، فكيف يكذب وكيف يشك في ذلك؟ فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نذير بالحق، أنذر بما أنذر به الأنبياء قبله، فليس بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه وتعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، أزفت يعني قربت،
قربت القيامة، وقال ابن كثير قربت القريبة، الآزفة القريبة جدا، أزفت الآزفة، قربت القيامة ودنا وقتها، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لا يدفعها أحد، يعني إذا وقعت من دون الله أحد، ولا يطلع على وقتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل للمشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني من القرآن، أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون، أي أيها المشركون، من أن يكون صحيحا، وتضحكون ولا تبكون، يعني تضحكون سخرية، يسخرون عندما يقرأ القرآن، يسخرون ويستهزئون، ولا تبكون يعني خوفا من وعيده. وهذا ينبغي عند تلاوة القرآن أن الإنسان يبكي من خشية الله، كما قالت عائشة: هذه التلاوة فأين البكاء، هذه التلاوة فأين البكاء. فالقرآن يعني يتلى بصوت طيب، ولكن مع خشوع وبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، لا أن يغنيه الإنسان غناء. أفمن هذا القرآن تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، وأنتم سامدون يعني لاهون معرضون. وقال ابن عباس: سامدون يعني تغنون، فسمد لنا يعني غن لنا بلغة أهل اليمن. وأنتم سامدون لاهون غافلون معرضون تغنون، فاسجدوا لله واعبدوا، يعني الواجب عند سماع القرآن أن تسجدوا لله، وأن تخلصوا له العبادة وحده، وأن تسلموا له أموركم. وذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن أول سورة نزلت فيها السجدة هي سورة النجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسجدنا معه، وسجد معه المشركون، إلا رجلا أخذ كفا من تراب وسجد عليه، قيل هو أمية بن خلف، وقيل عتبة، والله تعالى أعلم. هذا آخر السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.